هل فينا نعلم ولادنا يتعاطفوا مع الآخرين؟ إيه فينا، وهذا الشيء رح تخبرنا عنه بالتفصيل اليوم تانيا، وخلينا نحكي. تانيا صباح الخير. صباح النور. وإذا بيحضروك أكيد بيصيروا بيتعلموا إنه فيهم وفيهم وفيهم يعلمون. أكيد فيهم، كلنا فينا. وليه عم نحكي عن الأولاد؟ لأنه مؤخرا غيدا، ما بعرف إذا تبعتي عبر السوشيال ميديا، صار جريمة اغتصاب شنيعة بأمريكا ومحاكمة كتير ضجت الدنيا. اللي ضج أكتر شيء بالمحاكمة هي إنه الشاب دائما عم بيلوم العالم على مصيبته، ما قدر شاف ولا قدر تعاطف مع يلي عمله بالصبية يلي تعدى على جسدها هي وغاطت على قلبها. وكانوا الناس عم بيحكوا بعلمك عنه، والبنت الضحية عملت رسالة مؤثرة جدا، يعني عن إنه ليلا بيحسوا بيرجع بيطلع بيه وبيعمل رسالة عم بيحكي قد ايه ابني كان رح يكون بطل سباحة وفي مثل امريكا، قضيتوا له على مستقبله 6 أشهر حبس هي بتقضي عليه. ما جاب سيرة الضحية، رجعت طلعت رسالة والدة المعتدي يلي قالتها للقاضي عم تطلب منه انه يتشفع بابنها. كمان الوالدة ولا بلحظة عبرت عن انه بتاسف للي صار للصبيه، انه يلي صار انه بس ابنهم هو مظلوم. يعني التعاطف كان غائب عن هالعيله، وهيدا الشيء اللي مجنن السوشيال ميديا. العالم مش عم تفهم كيف بيقدر الواحد يضل بس مركز على ذاته بهيك ازمه. فانطلاقا من هالشيء دائما بنحكي عن التعاطف واهميته بالتواصل وبحل الازمات والى ما هنالك، كثير ضروري نركز على اولادنا. فينا نعلم اولادنا ايه التعاطف بكير بحياتهم، والاساليب هينه، شيء بنقدر اذا بنقضي وقت عشرت مع اولادنا. بدنا نقضي وقت معهم، بدنا نربي هالشيء فيهم. ما في حدا ما عنده تعاطف، الكائن البشري من اول ما بيخلق عنده هالطاقه، بس بدنا ننميها فيه. كيف فينا ننميها فيه؟ بمرحلة أولى سموا المشاعر بأسمائها. رح أعطي مثل أنا كان يصير مع أولادي لما كانوا صغار. كان الولد هو صغير بيضيع، إذا مثلا شايفك هيك طالع خلقك منه بيفكرك بطلت تحبيه. وفي أهل للأسف أوقات بيقولوا له هلأ ما بحبك أنا لتعمل هيك. هيدا مش رح أحكي أنا، بس هيدا شيء خطير جدا. بس كانوا أولادي يسألوني السؤال، مام بطلت تحبيني؟ لما يشوفوا أنه مثلا عملوا شيء وأنا غاضبة، كان دايما جوابي، بعدين صرت قبل ما يسألوني لاحظت انه هيدا الشيء بالنسبة لألهم خطر جدا، جوابي كان واحد، محبتي لإلك ثابتة ما بتغير، انا هلأ غاضبة، انا هلأ طالع خلقي عليك. يعني نفصل المحبة يلي هي ثابتة، نعرف كلنا ثابتة، ما تلعبوا فيها للمحبة، مش حلو نلعب فيها للمحبة، بس نعبر عن المشاعر، أنا هلأ زعلانة من التصرف اللي عملته. مسكر راسي منكم. مسكر راسي. أنا هلأ مبسوطة لأنه شفتك عطيت لعبتك لرفيقك، شفت شو هو انبسط، كمان شفته قديه ضحك. نسمي المشاعر، نعطيها أسماء. طالما منمرنهم من عبكير يسموا أنواع المشاعر، ونفرجيهم إنه نحن عم نسمي، منكون عم نساعدهم يتأقلموا مع الحالات يلي بيقطعوا فيها بس ما بيعرفوا بعد اسمائها. مش انه بس نقدر او نحكي بلا ما نسمي نوع الشعور، لا، انا غاضبه، انا فرحانه، انا زعلانه، انا مقهوره، انا معصبه، انت هلا معصب. وحتى اذا شفتوا حالتهم قولوا لهم شكلك معصب، هيئتك زعلان لانه ما عطاك اللعبه، سمون للمشاعر. هيدي اهين طريقه، بس عن جد مفتاح اولي انه يبلشوا يتاقلموا مع يلي عم بمروا فيه ويحطوا عليه اسم. ألعن شيء بيصير بالنزاعات بين الأولاد ولما بيكبروا بين الكبار وبس نصير راشدين والمسؤولين بحياتنا، هي إنه مش معودين نحط أسماء على المشاعر، منحط بقلبنا ومنتوقع من الآخر يحذر شو بنا، وبتضيع الطاسة ومنعلق بدائرة مفرغة. فمن عبكير كتير فينا نتعلم نسمي الأمور بأسماء أو المشاعر. نحن كائنات تشعر بقوة، نحن emotional creatures، فمن الضروري إنه نسمي المشاعر بأسمائها. هيدي واحدة من الطرق. وبالنسبة لتسمية المشاعر كمان بأسمائها، مؤخرا لما انعمل فيلم الانيميشن انسايد اوت اخذ ضجة كتير كبيرة، رائع، لأنه فعلا يعني كان عم بيحاكي كل الأطفال بأي عمر بكل كل كل واحد أو كل نوع من المشاعر شو هو وشو شو بيجسد. شخصنا كمان صار بيقدر يشوف الولد. صحيح، رائع هالفيلم، عن جد من أجمل الأفلام اللي انعملت ننصح مؤخرا. جدا جدا شفتوها، في عنا مرجع كمان بيذكرنا. لما طفلكم بيفرجي تعاطف مع حدا من عمره او مع حدا كبير، هنوه على هيدا الشيء، قولوا له برافو، شفتك انه عملت هيدا الشيء المنيح، بهنيك،
حلو انك تفرجي انك متعاطف معه، شفتك انه عطيت خدك لهيدا الرجال يلي دقنه بتوجعك مع انه عملت هيك، بس قبلت انه يقرب عمك او جدك الى مولينك، اكيد مش غريب يعني. ايه اكيد. ايه حبيت هالشي منك لانه ليك هو شو انبسط انه سمحت له الى مهنالك. هنو للولد لما بيفرجي تعاطف مع الاخر. نموا عند ولدكم حس الاخلاقيات والمبادئ، يعني لما بتعمل شيء بيأذي الاخر عرف انه هي نتيجته على الاخر. خليه يكون عنده اخلاقيات. اوقات بشوف غيدة عم شوف اولاد اوقات ربيانين لحالهم، بزعل عم يربوا لحالهم، ما حدا عم يجي يقول لهم وين الصح وين الخطا، والغريب صعب يجي يقول له لهيدا الولد انه يي من كيف تعمل فيه هيك. هيدا دور الاهل، هيدا دورنا نحن كاهل مع اولادنا، فما لازم نتركهم. الاخلاقيات باي تصرف مجبورين نعطيهم اياها لاولادنا، نحن ما حدا غيرنا. المعلمه منا فاضيه بالصف، ما عندها وقت، المساعده المنزليه ما بتعرف، هيدا دورنا بليز نعمله نحن. نعلمه انه اثر عملك السيء او تصرفك الخاطئ بيقدر يترك اثر كثير سيء على الاخر. برجع على القصه اللي خبرتها اول شيء، مشكله هيدا الشاب انه ما تعود ينقل له لا، ما تعود يحمل مسؤوليه عمل، ما عم بيقدر يشوف لا هو واضح انه مين السبب، لا امه ولا بيه قادرين يشوفوا الاذى يلي كمان لحق بهالصبيه، ما قدروا يشوفوه. يعني هيدا بدي اعلمه انا لاولادي. شجعوا الولد انه يعمل تصريحات فيها الانا تبعه، عم يعني بيحكي عن حاله. يعني لما بتشوفوا ولدكم عم بيقول انت 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 واحد ثقيل كسرت لي لعبتي، لا ظبط جملتك. انا كنت اعملها على فكره مع اولادي، بتفرق ظبط جملتك. انا زعلت لانك كسرت لي لعبتي، فرقت. صار فيه عم بيحكي عن شو اثر اللي تركته فيه، شو الاثر اللي تركه فيه العمل يلي صار معه، معناتها عم بحكي بلغه انا شو صار معي بسبب هالعمل اللي صار. اولا ولدكم بيتعود انه ما يزت اصبعه على العالم، العالم هو السيء وانا المنيح، بيتحمل مسؤولية مشاعره. وبذات الوقت الولد اللي مقابله لما رح يسمع، صدقيني اوقات لما بيسمع الطفل الثاني انه انا زعلت لانك عملت هيك بيتأثر عاطفيا كمان، وبيفكر اكثر بالعمل يلي عمله. بينما اذا قال له انت واحد ثقيل لانه كسرت لي لعبتي، لانه ما ساعدتني، لانه عنده غير اثر. فينا نقيس على ذاتنا نحن الكبار نفس الشيء. مزبوط. كتير مهم ان ما ننمي هيدا لغة الانا لما بحكي عن مشاعري انا، بنكون عم نعلمه التعاطف من دون ما انه يعني نعطيها كانه ايه بدك بتقول انا لا انا لا انا لا اكيد هيدي شيء ثاني مش الانانية كليا. إيه بالعكس الانانية هي انه انت اللي معك حق روح اضربه مثل ما ضربك، هيدي الانا اذا بدك. لا عم نحكي عن الشعور يلي عم تحس فيه انت تجاه هيدا اللي صار معك. كمان شغلة تانية ننمي عند اولادنا حس الاهتمام بالاخرين. يعني مثلا انا بيجوا ولادي اوقات على البيت، يي ماما اليوم فلان ما اجى على الصف. ليه ما اجى؟ عرفتوا شو السبب؟ قالت لكم المعلمه؟ لا ما قالت لنا. طب مام عندك نمرته؟ هات لندق لاهله، جيب رقمه نسال عنه. عود ولدي يحمل الهاتف، يسال عن زميل تغيب بالصف. هيدا الكونسيرن، يعني التعاطف، نوع من التعاطف والاهتمام بالاخر. صح. يعني سال عن يلي تغيب بالصف، عقده بالاشياء اللي بتصير عقده. مثلا اليوم المعلمه ما اجت، اجت بس تجي بكره ماما. سالها كان بكي شيء، كنت مريضه، ليتعود انه نحن كلنا موصولين ببعضنا وكلنا بنتاثر ببعضنا وبنهتم ببعضنا. هيدا كمان بينمي التعاطف عند الولد. قد ما احكي لابني طبعا مش مثل لما انا بتصرف مقابله بتعاطف. صح. لانه انا المثال مقابله، يعني انا اذا بينشغل بالي على حدا وبدق وابني ولدي عم بيشوفني بيتاثر فيي، انا اذا تحملت مسؤوليه مشاعري وقلت انه انا انزعجت من هيدا الشيء اللي صار، بدل ما انت واحد بلا مخ قلت لحدا من عمري، عم بيشوفني الولد وعم بيتعلم مني. وكمان بدي فرجيه تعاطف لولدي. هيدي امور اجمالا الاهل بيعرفوا يعملوها. مثلا وقع جرح اجره، تسلم لي عينك يا حياتي تعال طبب لك اياها، هيدا كثير منيح، هيدا بيفرجي التعاطف. بس بدي نميه لابعد من علاقتي انا، انه انا الاساس وانا حياتك، انا اللي بس بشفق عليك وانا اللي بعتل همك. بدي نميها بعدة طرق وفرج المثال، بدي يكون المثال قدامه بيتعلم مني. علموا اولادكم يشوفوا الامور من منظار الاخر. يعني مام اليوم فلان دفش فلان بالملعب. طيب بتحط حالك محل فلان لو انت حدا دفشك شو كنت حسيت؟ شفت مام؟ رح يحس انه لا ما بحب. شفت مام او شفت يا بابا لازم
ما لازم ما تسمح، يعني مثل ما انت ما بتقبل على حالك ما تقبلها تصير على غيرك. جرب روح منعه من انه يدفشه للاخر اذا بتقدر، اذا ما بتقدر يعني جرب انه يتحرك للمساعده بوقتها. أكيد. يعني ايه نعلمه انه بيقدر يحط حاله مكان الاخر، هيدا هو التقمص العاطفي تبع الاخر يلي هو اسمى درجات التعاطف، بعدين بنروح على الاكشن يلي هي التعاطف. فينا نعلمه اياهم. اذا بتشوف انت مام اذا وقع شفنا حدا وقع قرن الموزه اللي عم بياكله حرام، انت لو صارت معك شو كنت عملت؟ انه شيء حلو؟ مش شيء حلو. شفت عن جد هيدا الامور صغيره كثير، بس بيقدر ببلش يشوف الولد بيصير يلي عم بيتمرن يحط اسماء على المشاعر، عم بيتمرن انه يتعاطف مع الاخر، عم بيتمرن انه يحط حاله مكان الاخر، عن جد بيقدر يصير يشوف الاخر بمنظار تعاطفي. هلا بيجي اكيد في ناس عم بيقولوا انا شو بدي اعلم هيك بابني بمجتمع ما بيرحم، بدي اياه انه يكون ضحيه؟ ابدا، مثل ما بعلمه يكون بيتعاطف بقدر اعلمه يحافظ على حقوقه، بس يحافظ على حقوقه مش يعني يتعدى. صح. التعاطف والحقوق بيكملوا بعضهم، بدي دافع عن حقي اكيد لما لازم، بس بطريقه بناءه دائما هي بتجي مع تعليم التعاطف. صح. ثانك يو. علموا اولادكم يصغوا. اوقات الولد لما بيكون هيك معصب ومحموق بصير يقطش، عم تحكيه ما بقعد بصير يقطشك بالكلام وبفوت ايه بس ما هو اللي بلش، او اذا عم يتخانق مع حدا ايه بس ما انت لا وانت وانت وانت، ما بقعد حدا يسمع حدا. انت دائما بتقوليها وبحبها لما بتقوليها. علموا اولادكم انه عنا دينتين وتم واحد. طول بالك دينتين ليش؟ لنصغي. وطول بالك اسمعوا للاخر. كمان كنت اعملها مع اولادي لما يكونوا عم يتخانقوا محموقين ما يعود حدا يسمع حدا. بالدور اسمعي له للاخر، اسمعي له للاخر. علموا اولادكم الاصغاء، ميزه الاصغاء هي نعمه. أيه. يلي بيقدر يصغي مش ينطر ليشبق الجواب، يصغي. هاي بنعلمها الولد اسرع منا بكثير بتعلمها. أيه. يعني بتعلمه ولدكم يكون انسان مسؤول بس يكبر وبيعرف يوزن كلامه ورده فعله كيف بدها تكون، فعلموهم الاصغاء، الاصغاء نعمه. طول بالك ما بتقطش انت وعم تسمع، حتى لو معصب حتى لو سمعت شيء زعجك انطر للاخر بعدين جاوب. هدول امور سهل نعلمها عن جد، الولد بيلقط بشكل. نحن بس نكبر بنكون انطعجنا كفايه بصير اصعب نرجع نصلح، يعني نكسر اللي تعلمناه ونرجع نصلح، بينما الولد بعده هالصفحه اللي عم تاخذ هالامور فينا نعطيها الامور الجيده. فالاصغاء مهم نعلمه اياه. واخر شيء موضوع اكيد كثير كبير بس اخر شيء على السريع، بليز جربوا ربوا حيوانات او زرعوا نبات بالبيت وخلوا الولد يهتم فيه، لانه هيدا يمكن اكبر درس بالتعاطف. مزبوط مزبوط، كثير اساسي الحيوان كمان. صح. بالبيت. بنشوفك نحن بنرجع ان شاء الله نهار الخميس تانيا. اكيد رح نتابع بعد لحظات محطتنا المفصله مع الشيف طارق وايضا كتابنا، خليكن معنا.